السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة في حلقة جديدة من برنامج حصاد الأيام. بعد توجه الكاظم على رأس وفد وزاري رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تتصدر قراءات سياسية أن المخفي في أجندة هذه الزيارة يفوق المعلن فما يتعلق بفرص التجديد لولاية ثانية لرئيس الحكومة، تبدو قريبة من الطرح، ومن يتعمق بين سطورها يجدها حاضرة. مساعي إدخال الأزمة السياسية في دوائر التدويل وإقحام المجتمع الدولي عنوة، فرضيات قد لا تكون بعيدة عن فضاءات هذه الزيارة، مع التأكيد أنها محطة مهمة في اللقاءات الدولية وساحة مشتركة للتفاهمات الإقليمية. ملفنا الثاني لحصاد هذه الليلة، طبعا تعددت الصور اللي رسمها الزائرون في طريق مسيرهم واختلفت مضامينها، وعجزت عد هاي الصور كل العنوانات فتعاضدهم والتودد الواضح بينهم رسائل حب وسلام أطلقت للعالم، كذلك الاختلافات الفئوية اللي شفناها بين أطفال بمختلف أعمارهم، شباب، كبار السن، رجال، نساء. أيضا كان للأكاديميين بمختلف المستويات العلمية دور جديد في التوعية والإرشاد، شيوخ العشائر، رجال الدين، طبعا كل من بحسب اختصاصه بإقامة الورش أو حتى استغلال التجمعات الموجودة هناك بإرشادهم وتوجيههم في كيفية إنارة العقول اللي من خلالها يكون منطلق لبناء الدول وبالتالي تقدم الحضارات. فهاي الجوانب المهمة لابد من التركيز عليها. إذن مشاهدينا، هذه الملفات راح نناقشها في حصادنا لهذه الليلة، تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. من جديد حياكم الله. زيارة الكاظمي إلى الولايات المتحدة ولقاء بايدن وبعد ذلك المشاركة في اجتماعات اللجنة العمومية الأممية، فضلا عن لقاءات أخرى جانبية، تبعث بمؤشرات مقلقة حيال الأهداف الحقيقية من هذه الزيارة اللي رفعت من رصيد التدخلات في الأزمة الحالية. زميلنا علي حبيب أعد لنا التقرير الآتي، نتابعه ونفتح محاور الحديث مع ضيوف الكرام. للمرة الرابعة خلال ولايته الكاظمي في نيويورك، اللقاء المتجدد مع قادة العالم ممثلا للعراق في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، لكن هذه المرة مثقلا بملفات عديدة تتناغم في توقيتها وأهدافها. فالزيارة ذات توقيت حاسم وحساس تقفز إمكانات توظيفها للحصول على داعمين لرئيس حكومة تصريف المهام لولاية ثانية، مستثمرا هذه الأوراق الدولية في ظل مناخ سياسي لا يزال ملبدا بالغيوم حتى اللحظة. منذ تولي الكاظمي للسلطة لحد الآن ويحاول أن يستغل الأطراف الخارجية والدولية، ولديه الإعلام ورأي المجتمع الدولي أهم رأي الشعب العراقي، بالتالي هو لن يفوت فرصة الذهاب للولايات المتحدة والتودد للمسؤولين هناك على أمل أن يجمل صورته، وربما يتم استغلال هذه الزيارة لعقد صفقات تتعلق بإمدادات الطاقة، خصوصا أن سوق الطاقة يعاني من أزمات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. ورغم أن اجتماعات رؤساء الدول المنعقد في نيويورك مهمة، لكن حضر رئيس الحكومة في حين أن الزيارة كانت بوصلتها تتوجه نحو رئيس الجمهورية. فهذا المحفل الدولي حيث صناع القرار الدوليين في العالم والمحيط الإقليمي سيبحثوا أيضا ملفات الشراكة الاقتصادية والحرب على الإرهاب وملف وساطة العراق بين السعودية وإيران، رغم أنه لا يمتلك من الصلاحيات التي تجيز له التحدث كرئيس وزراء أصيل. فالرحلة تبدو طبيعية في مسيرها وجزءا من ملفاتها والشخصيات المشاركة فيها، لكن في التوقيت أسئلة تثار عن البحث في المساحات الدولية التي تعظم من حظوظ الكاظمي بولايات جديدة. علي حبيب، الأيام الفضائية.
من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذا الملف، أرحب بضيفي الكريمين الدكتور مصطفى البهادلي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية. حياك الله دكتور. الله يحييك ويحفظك. الله يعزك. وكذلك أرحب بالأستاذ مهند جواد المحلل السياسي. حياك الله أستاذ مهند ضيفا كريما. أبدأ مع حضرتك دكتور مصطفى، يعني قبيل سفره أعلن السيد الكاظمي أن حكومته خلال سنتين نجحت في توسيع النوافذ الخارجية للعراق، تعزيز حضوره في المحافل الدولية، إقامة أفضل العلاقات. طيب على تراتبية الأحداث في الحكومات السابقة وصولا إلى الحكومة الحالية المنتهية الصلاحية حكومة تصريف الأعمال، يعني فشلت هذه الحكومات لو كان عندنا أيضا تواصل دولي؟ وحضرتك أستاذ العلاقات الدولية. نعم، كل التحية والتقدير لجنابك الجناب الضيف الكريم ومشاهدي قناتكم الموقرين. اي صحيح زادت المنافذ، يعني هي مو اول نقطه جنابك سميتها زياده يعني انه خلال هاي سنتين وسعت نوافذ العراق الخارجي. نوافذ خلي هاي نحكي بها مال نوافذ، انا عجبتني. يعني صحيح بدليل الامريكان موجودين لساحهم نافذه للدخول الى العراق، الوجود التركي في الشمال توغل اكثر من اي وقت مضى، هاي نافذه شايف شلون؟ بالإضافة إلى نوافذ أخرى، هذا المعلن بالإضافة إلى نوافذ أخرى، هذا صحيح، يعني توسعت منافذ التدخل في الشأن السياسي العراقي شرقا وغربا. السيد الكاظمي نجح بشيء، يعني وأد المظاهرات وقتها، يعني وقتها بأكثر من طريقة، مرة ب الترغيب بمناصب، ومره بتشتيتهم، ومره بوعودهم، ومره 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 ومره، فنجح. هو رجل استخبارات مخابرات، يعني هو رجل لما قبل ما يجي لرئاسه الوزراء كان يراس جهاز المخابرات، وهاي السوفت باور اللي عنده اذابت المظاهرات، وبالتالي ما شفنا كثير من المظاهرات كما كانت تسمى مظاهرات تشرين. واني أقول المطلبية منها، المطلبية والصادقة منها، غير بعد انحرافات الأخرى اللي والتدخلات الإقليمية. أقول هي شو إنجازاتها؟ مثلا إنجازات مال رفع سعر الدولار، مثلا سعر الدولار أول حكومة بالعالم ترفع سعر صرف الدولار مالتها، العملة يسموها العملة التقويمية بالعملة الصعبة، زين بهالطريقه. وين كانت هذه المساله؟ يعني مساراتها دوليه ولكن انعكاساتها الداخليه لربما هي الاكبر، ولكن هسه اذا على مستوى النوافذ الخارجيه الحكومات السابقه ايضا كان لها دور كبير. بلي. وفتح فكي. مجالات دخول على خط الوساطه بين دول كبرى تتنافس او تتصارع في المنطقه. صحيح، وهذا ما الا بيها يعني. بالتالي هاي السنتين شنو اللي اضافته لهذه العلاقات الدوليه؟ يعني موضوعه العلاقات الدوليه المفروض يستثمر لصالح الناس. نعم. يعني هو شوف، خلي نبدي الاشياء يعني من اصلها كما يقال. نعم. احنا عندنا وزاره الدفاع، ووزاره الداخليه، ووزاره الزراعه والصناعه والتعليم عالي والتربيه، من ضمنها الخارجيه. مضبوط؟ نعم. هاي كليتها الوزارات زين تؤدي ما يتعلق منها بخدمه المواطن. شلون؟ لا هاكون اكمل. هذا اللي ياخذ فيز مجانيه، وهذا اللي ياخذ عقود، وهذا اللي ياخذ صفقات، هاي الناس اللي تجينا احنا من نروح للوادم شو نحصل منهم؟ هسه هذا هم راح نجيها يمكن بالبحث الثاني، يمكن يعني معلوماتي هالشكل البرنامج مال اليوم. اقول انه هذه الوزارات يعني مثلا في موضوعة العلاقات الخارجية، سوينا احنا مع تركيا فيما يتعلق بالمياه؟ سؤال، صح؟ سوينا. زين. سوينا احنا مثلا فيما يتعلق بعلاقاتنا الخارجية، زين؟ مع تفعيل قرار البرلمان العراقي، مو عندنا قرار برلمان بإخراج القوات الأمريكية؟ مع الأمريكان سوينا من عنده. بقى حبر على ورق، مو صحيح؟ سوينا بعلاقاتنا الخارجيه مع كثير من الدول، يعني زين ليش ما نفتح مثلا على الصين؟ ليش ما نفتح على روسيا؟ ليش يعني هذا موضوعة الكهرباء، يعني يمكن من هذا المنبر الوطني، من منبر قناه الايام الوطني. اقول ويمكن قايلها لجنابك، اقول ليش ما رحنا مثلا على المانيا في موضوعة الكهرباء؟
ليش دا يقول انه فلان السفير ما يقبل وما اعرف ايش وكذا، مو صحيح. ما هي انت علاقاتك الخارجيه كنت توظف لصالحي، طيب توظف لصالحي كمواطن. اما علاقات خارجيه الايرانيين والسعوديين اليوم هم موجودين في بغداد للجوله الرابعه والخامسه، هذا هم قرروا من امه الايرانيين والسعوديين ان يكون مقر يعني لقائهم وين؟ بالعراق، بالعراق، لان العراق نقطه وسطيه في الجغرافيا، في الجغرافيا، شايف شلون؟ والا هو مو فد ميزه يعني او افضليه تحسب لهذه الحكومه او لتلك الحكومه. فاقول موضوع التصريف السياسه الخارجيه يجب ان يكون لصالح المواطن. زين مثلا هسه الفيزا مالتنا باتجاه تركيا، جنابك يمكن عرفت الاشكال اللي صار قبل شهرين، مو صحيح؟ ورفعها وكذا، صار على مستوى المواطن العراقي، صار عندنا مثل سفيرنا في تركيا او وزير خارجيتنا قال احنا راح نتعامل مثل بالمثل؟ مو احنا احتجينا عليهم. زين طيب. وغيرها وغيرها. نعم. خليني اشكر استاذ مهند جواد، حياك الله مجددا استاذ مهند. اهلا وسهلا. كل هذه التساؤلات اللي اثارها الدكتور البهادلي يجب ان نناقشها بمنطلق ما راه بعض المراقبين للشان السياسي، بان هذه الزياره هي لبحث عن ولاية ثانية في هذه الأجواء، حكومة تصريف أعمال، حمل معطيات الانسداد والأزمة السياسية والذهاب إلى أمريكا للولوج إلى صيغ وحوارات من ودعم من قبل الخارج. هذا الطرح كيف تقرأه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وضيفك الكريم وجميع المشاهدين الكرام. الكاظمي حينما أتى إلى السلطة واستلم رئاسة الوزراء كان له هدف وسعي جاد أنه يبقى في رئاسة الوزراء من بعد إجراء الانتخابات، لذلك كانت إدارته للانتخابات إدارة جدا سيئة. كان هناك أحد مستشاريه لعب كثيرا في قضية الانتخابات، قال بتصريح رسمي أنه كانت مهمته الأولى تفكيك القوى الكبرى داخل البرلمان حتى يكون البرلمان مجزأ غير قادر على اختيار رئيس وزراء قوي، فيضطر الجميع إلى اختيار الكاظمي مرة أخرى. ولكن كان هناك أطراف توحدت في مقابلة، خصوصا الإطار التنسيقي رفض ولاية ثانية للكاظمي لأنه يرى أن إدارته سيئة في الجانب الاقتصادي والسياسي وإدارة ملف الانتخابات وإدارة العلاقات الخارجية وتحيزه لبعض الأحزاب، لذلك رفضوا رفض قاطع أنه تجدد له الولاية. بل بعض الأطراف ترى أنه الكاظمي هو عقدة المشكلة وهو العقبة الكؤودة الآن في تشكيل الحكومة وتأجيج الوضع السياسي والأمن في العراق، لذلك أنه حينما يعني كان له يأس من إرضاء الأطراف الداخلية لإقناعهم بولاية ثانية ذهب إلى العامل الخارجي ظنا منه أنه العامل الخارجي يستطيع أن يساعده للوصول إلى هذا الهدف من خلال الضغط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو دول الخليج أو حتى مناورات مع أجار إيران حتى تضغط على بعض الأحزاب القريبة إليها أو الأحزاب التي لهم علاقات جيدة مع أجار إيران. كل هذه المساعي لأنه هو رأى أنه الأبواب موصدة أمامه داخل الحراك السياسي العراقي، خصوصا من أطراف قوية ولها فاعلية داخل البرلمان. طيب أستاذ مهند، يعني هذه التحركات من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال تأتي في مساحات زمنية يقف العراق عند أعتاب مفترقات طرق يعني ووضع سياسي حرج، وبالتالي لو لاحظنا أنه خصوصا هذه السفريات الأخيرة يعني ما يلحق يوصل للمكان اللي يريده إذا ما صار أنه فشي بالعراق ويخلي ويرجع لحل مشكلة معينة. هذه الزيارة اليوم راح تجي ضمن أي خانة نخليها؟ انسدادات الداخل، انفراجات الخارج، الولاية الثانية، هنالك تضييق خناق في الداخل، يعني أكفد علاقات ارتباطية مدى نعرف نقراها شلون؟ نعم نعم، هناك أكثر من قراءة لتحركات الكاظمي. أنه حينما ذهب إلى الأنبار كان هناك دخول للبرلمان، حينما ذهب إلى منطقة أخرى كان دخول لمجلس القضاء الأعلى، حينما ذهب إلى مصر يعني اشتعلت الأوضاع في العراق، يحاول أن يغيب نفسه في مثل هذه الأزمات حتى لا يكون مسؤول عن هذه الأحداث بشكل مباشر، ولكن لا يستبعد أنه هو يكون متواطئ من جهة مع بعض التيارات أو بعض القوى السياسية
من أجل إبقاء نفسه ومن أجل يعني الحصول على ولاية ثانية. لذلك هو الحكومة يحاول أن يجيرها لبعض التيارات السياسية وأرضاء بعض التيارات السياسية حتى يكون له قبول وحتى يستطيع البقاء في هذا المنصب. فهناك تحركات مشبوهة، علامات استفهام كبيرة، حتى أنه قضية حماية الدولة ومؤسسات الدولة والتعاطي مع المظاهرات بشكل يعني متباين مع مظاهرات لطرف يفتح لهم المجال وطرف آخر يحاول الضغط عليهم. كل هذه الإجراءات تثير علامات استفهام وبالمقابل تشدد عليه من قبل الأطراف الرافضة لولاية ثانية أنه يرفضونه جملة وتفصيلا، وأصلا يعتبرونه أنه هو أحد أسباب المشاكل التي تجري الآن. طيب يعني دكتور مصطفى، أشار الأستاذ مهند بأنه الكثير من الأطراف ترفض قبول الولاية الثانية وإعطائها للسيد الكاظمي. في هذه الأثناء أكو إشارات عندنا صادرة عن هكذا حراك تولي يعني ولاية ثانية لرئاسة الوزراء، يعني عندنا معطيات ربما تسرع من هذه الفواعل الداخلية من نشاط قطع الطريق بصورة أسرع، وأيضا عندنا الأمور الداخلية والسياسة الداخلية بدأت يعني انفراجات في المشهد، ولكن أيضا نلاحظ أن هنالك من يود أن يعقد المشهد خارجيا. يعني السيد الكاظمي للأسف الشديد يبحث عن تعويض الدعم الداخلي اللي المفروض أن يتلقاه في أن يستوزر للمرة الثانية بدعم خارجي، وهذا خلل. هذا خلل أولا يمكن العامل الخارجي من أن ينفذ في الجسد العراقي، وهو نافذ جدا يعني، وهذا دعم ما يأهله لأن يكون رئيس وزراء شرعي. الشرعية هي تأتي من أبناء جلدتك، تأتي من البرلمان، تأتي من القوى السياسية العراقية. هسه أنا أتفق وياها أختلف وياها، لكن هو هذا اللي معمول به في النظم البرلمانية. المسألة الثالثة، خو ما أتي بجديد إذا أقول أن الكاظمي مرضي عنه من قبل التيار الصدري يعني، ومن قبل السيد البارزاني وفصيل من السيادة يعني، واضح يعني الموضوع يعني ما يحتاج مثل طرح الخيار طرحا واضحا وصريحا في بقائه والتجديد لولايته. لكنه أنا أسأل سؤال، رئيس وزراء ما قدر يحمي المؤسسات الدستورية في العراق، مو صحيح؟ مجلس القضاء مو تم انتهاكه، مو صحيح؟ يعني هاي هيك شيء، لأن نتحدث إحنا بالأشياء الكبرى يعني، ما نتحدث تفاصيل. زين، البرلمان ما تم تعطيله، شو سوى؟ مو صار عندنا اطلاق نار من جانبين أليف وباء في الخضراء؟ مو كان استشهاد عندنا العراقيين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين؟ ليش احنا سوينا مناورات على حدود الخضراء، خلينا جسور أبواب حديدية على الجسور وشناها، سوينا فرضيات على أسوار الخضراء ومناورات على الحدود الخضراء، ليش ما سوينا شيء؟ سوينا مناورات وقطع طرق وممارسات عسكرية. أنا أقول ما حمى المؤسسات، أنا أقول رئيس وزراء ما حمى المؤسسات. كيف يؤتمن رئيس وزراء على عملية انتخابية قادمة؟ مو صحيح؟ طيب لا 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 مو صحيح، يعني هاي أشياء كبيرة ما راح نتحدث بالتفاصيل. نقول إنه يابا يعني هو دي أسس لي حزب وهو دي يريد يصير زعيم لكتلة سياسية في الانتخابات القادمة، من حقه، لكن أمام هكذا أداء زين على مستوى التنمية في العراق خلال هاي السنتين، شو صار عندنا؟ كل هذا عيفك من عنده. يصير مثل وزير يستوزر وزارة النفط ووزارة المالية وشركة النفط الوطنية، وبعد عنده شغلتين ثلاثة يصير شنو هذا؟ مخاطبات من هاي الوزارة لهاي الوزارة، وهو شخص واحد. زين من هو إليه. زين يصير مثلا عندنا قانون مالي يسمون الأمن الغذائي والتنمية، ضافوا له شوية التنمية. زين على مود إحنا جماعة الكتب بل كنت نسكت هذه. زين يصير هذا ما إلى متابعة 25 تريليون دينار عراقي. زين إحنا صار شهرين لما أقره، أكثر من شهرين مو صحيح؟ وين تذهب الأموال؟
ليش بدأت تنعكس على حياة الناس؟ الكهرباء في أسوأ أوضاعها، التنمية في أسوأ أوضاعها، يعني ما أقول لك يعني شنو حال التعليم، شنو حال الخدمات، شنو حال الصحة، شنو حال، مو صحيح؟ طيب. وضع هاش سيد الكريم، وضع هاش، وضع هاش على المستوى الأمني، على مستوى التنموني، على مستوى العلاقات الخارجية. فلهذا أقول أنه على القوى السياسية بالذات السيد الكاظمي نصيحة، ونصحت يعني من هذا المنبر يمكن للمرة الثانية هم راح أنصحه، أقول خلي يساهم في عملية الحل، ليكون هو رجل من الأزمة، رجل الأزمة يعني. شلون مساهمته بالحل؟ خلي يستقيل. لما يستقيل راح هنا يرفع شنو؟ يرفع عن كاهل أليف وباء وجيم الدعم مالته، مو صحيح؟ أكو تمسك ببقائه رغم أنه هنالك دعوات لاستقالة البرلمان. طيب الأسئلة اللي توجه بها الدكتور مصطفى البهادلي أستاذ مهند، يصير لو ما يصير؟ والله أخوي شو سويناها وصارت، يعني شنو ما يصير بيها؟ يعني مسألة سويناها وصارت، فبالتالي المقدمات السياسية اللي تحدث بها الدكتور البهادلي، يعني لما يكون هنالك بحث في عقود الكهرباء، الأمور الاقتصادية، المشاريع، الاستثمارات وما شئت عدد، وإحنا اليوم اللي رايح لأمريكا رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال، بالتالي لما يكون هنالك يرشح في الإعلام أنه هذه الزيارة راح تطلع لنا كل هاي القضايا، طيب حكومة تصريف الأعمال وين نخليها؟ المشكلة إلى الآن أنه تحركات الكاظم هي تحركات فردية، يعني لصالح الخاص، أنه لا نجد أي زيارة أو أي مؤتمر دولي حضر الكاظمي أو استدعاء إلى العراق عاد على العراق بفائدة. حتى العقود التي أراد أن يعني التنمية أو التطوير أو إعادة الإعمار ذهب إلى مصر وذهب إلى الأردن، وهي دول فقيرة ليس لها كفاءة، ليس لها أي يعني خبرة في هذا الموضوع، يترك الدول الكبرى كالصين، روسيا، ألمانيا، كل هذه الدول متروكة، وهي هذه الدول عمرت بلدان كثيرة ولها خبرة ولها شركات ولها أموال قادرة على الاستثمار، ولكن هو يذهب باتجاه محور وملف يعني إقليمي، يحاول أنه يسترضي من جانب هذه الدول ومن جانب آخر الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هناك حث من قبل تقرير كروكر السفير السابق أنه كان العراق ما بعد داعش، في هذا التقرير أنه لابد أن يكون هناك انفتاح من الدول العربية على العراق من أجل تذويب كل التدخلات الخارجية، أو بالأخص هو استهداف للمكون الشيعي، أنه كان هناك قوة من بعد انتصارات الحشد، لذلك هم أرادوا أنه يفتحون الأبواب العربية وعادة العراق إلى الحضن العربي، وهذا هو أنه الحضن العربي الذي يقتل فيه العراق للأسف الشديد. هذه كل الأمور هي ذهبت باتجاهها الكاظمي، فكل تحركات شخصية من جانب أنه هناك ملفات فساد كثيرة، هناك إخفاقات، الأزمات التي حدثت في زمن الكاظمي يعني قدرها ما حدث في كل السنوات الباقية، لم نكن في زمن عادل عبد المهدي نعاني من أزمة اقتصادية ولا من أزمة في الكهرباء ولا حرق في المستشفيات ولا اعتداء على بعض الأجهزة الأمنية، حاول اختزال حتى الأجهزة الأمنية بلجنة أبو رغيف، أنه جعل فيها مجموعة من القضاة ومجموعة من الضباط يعتقلون ما يشاءون، يعذبون خارج القانون، حتى أنه المحكمة الاتحادية في يوم من الأيام أقرت أنها لجنة غير قانونية ولا تمثل أمر دستوري. كل هذه الأمور كان الكاظمي يريد أن يتسلل إلى السلطة، وأنا أتصور أنه الكاظمي يسعى لإعادة سيناريو أو تطبيق سيناريو تونس، أنه يأتي رئيس وزراء يلغي الدستور، يلغي البرلمان، يحاول القضاء على جميع الحركات الإسلامية، هذا جدا وارد والتحرك، ولكن العراق يختلف عن تونس ويختلف عن مصر، يختلف عن كثير من الدول، في هناك قوى سياسية ناضجة، وفي هناك مرجعية، وفي هناك جماهير وأحزاب لهم جمهور على أرض الواقع، كل هذه أفشلت خطط الكاظمي، حتى مستشاريه معروفين هم من التشارنة، يعني الذين ذهبوا باتجاه اسقاط حكومة عادل عبد المهدي ومن ثم استلموا المناصب، والآن نرى ماذا يحصل في رئاسة الوزراء. طيب تتفضل بقى معي أستاذ مهند وكذلك جناب الدكتور مصطفى البهادلي كي نتابع بعد الفاصل. مشاهدي الأحبة،
من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة. واقعة كربلاء وزيارة الأربعين، طبعا هذه الواقعة الأليمة في تاريخ الإنسانية لابد من أن نستلهم منها العبر ونسلط الضوء عليها، رغم التحديات والظروف، دس السم بالعسل من قبل الإعلام الأموي، لكن هاي المناسبة تختلف عام بعد عام عن سابقاتها. هاي السنة شهدت الكثير من المشاركات المتعددة على مستوى بقية الأديان، الأكاديميين، شرائح المجتمع، شباب، صغار، نساء، فهذا إن دل على شيء فهو يدل على عالمية المناسبة واستحضار الصور والرسائل العديدة. أيضا عندنا قضية أخرى، لما يتم تعبئة المجتمع بهكذا روح حسينية قادر على استقبال 21 مليون زائر ولربما ترتفع الأعداد في السنة القادمة، شلون راح نقدر ندعم هذه الإمكانات ونطورها ونحسن أدائها في المستقبل؟ هذا راح يكون موضوع ملفنا الثاني بعد أن نشاهد تقرير الزميل نهال الشمالي. ملحمة إنسانية قبل أن تكون حسينية ليس لها نظير، هكذا يرى العالم نهضة الحسين الثائر ضد الظلم والفساد، حيث تواترت الأزمان واتسعت رقعة الوافدين حتى تحولت إلى حدث عالمي يسلط عليه الضوء من كل بقاع الأرض، لما للمشاركين فيها من انعكاسات أوصلت صورا للعالم. فقد أصبحت هذه المناسبة نافذة كبرى لبث الثقافات الإنسانية، وكل له مساحته بالحضور والمشاركة، فهذه فئة الشباب التي كانت تشكل علامة وحضورا واضحا، إذ أسهمت هذه الشريحة الواعدة لتحمل مسؤوليات المستقبل بكل الفعاليات الثقافية والتوعوية والفنية لتنير عقولهم وأفكارهم المتوهجة، فلا بد من تنظيمهم واستثمارهم ليكونوا قوة عظيمة في بناء مستقبل البلد بهذه الإمكانيات الكبيرة وتكييفها لفتح السبل واقتحام العالم المتطور في مواكبة مجريات الأحداث المتواصلة، وكذلك إرشادهم نحو التطور والاكتفاء الذاتي وتحمل المسؤوليات في المجالات كافة. فتباينت فئات الوافدين بين شباب وشيبة وأطفال، بل وحتى النساء كان لهن الدور الكبير في نقل صور عن هذه الواقعة الأليمة، فلم تكن الاختلافات حاضرة بين السائرين والمشاركين من مختلف المستويات العلمية المتنوعة، إذ كان لهم دور مميز في إقامة الورش التوعوية على طريق الزائرين لإيصال المفاهيم الحقيقية عن ماهية الزيارة الأربعينية. فهذه الصور المتناقلة عن هذا التحشيد الجماهيري العفوي لم يقف بوجهه إعلام مضلل أو سلوكيات دخيلة، بل كانت صامدة بعدم الانجرار وراء الملهيات عن أهداف الزيارة الحقيقية. نهى الشمري، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، أجدد ترحابي بضيفي الكريمين دكتور مصطفى البهادلي والأستاذ مهند جواد، حياكم الله ضيوف الكرام. الله يحفظك. حياكم الله دكتور. أبدأ مع حضرتك لما نتحدث عن الأربعين ومضامينها. نعم. نبدأ من المفكرين والمثقفين، المفكر المصري المستبصر السيد أحمد النفيس. نعم. يتحدث عن الزيارة ويقارن أنه ما حدث في زيارة الأربعين كالسلاح النووي، بل
يرجحها باعتبار أن ذاك قتل وتخريب وإصلاح وبناء هدف الزيارة، ولكن مفعولها مفعول السلاح النووي. كيف تفكك هذه العبارة دكتور؟ يعني حقيقة هو مو بس السيد أحمد النفيس، يعني هاي صحيح هو اللي قاله، يمكن عندنا كثير من المثقفين، كثير من الأساتذة، كثير من أصحاب الفكر. يعني شوف مثلا الدكتور علي شبخي أيضا قال شيء مهم، يقول يكفي أن نقول ونحن نشاهد هذه الحشود المليونية إن الحسين وحد هذه الأمة، وهو اليوم رمز إنساني ومنارة للشرق والغرب، حاضرا بأفكاره وسيرته، حيا يرزق بشهادته في سبيل الله. الدكتور مثلا محمد الطائي أيضا أستاذ جامعي يقول زيارة الأربعينية أصبحت نموذجا حيا للتلاقح الفكري والالتقاء الحضاري، وأصبحت مثالا حيا للتعايش السلمي وتطبيقا ميدانيا للتكافل الاجتماعي. ولا يبالغ المتتبع لأحداث تلك الزيارة إذا قطع بأنه لا يوجد نموذج عبر التاريخ يجسد المعاني الإنسانية كالزيارة الأربعينية. أنا يمكن عندي فتشي أضيفة، أقول العراق ما قبل الزيارة غير العراق ما بعد الزيارة. لطيف. العراق لهاي الزيارة بالذات ما قبلها ليس كما بعدها. بس هي المشكلة إحنا عندنا المنظومة السياسية سيد الكريم، يعني وهم نرجع يعني للسياسة، هي هاي المشكلة. حسي قد ما نبتعد. أيوة صحيح، يعني موانة هاي مولع، يعني شو سووا مخاف السياسة تتدخل بالقضية الحسينية بالأربعة تاريخ. هي يمكن لو تخليها هيك شيء ما تتدخل أحسن. زين أقول هو هذا المفروض كان مستثمر، هذا الحدث المليون الجلل. يعني شوف المملكة العربية السعودية جنابك يدخلها مليونين بالحج، مليونين، هسه نقول مليونين ونص، ثلاثة مو صحيح. كل إمكانيات المملكة العربية السعودية يعني توظف. توظف من أمن، من من نقل، من 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 كذا من كذا، هم 3 مليون. إحنا اللي دخلونا الثلاثة مليون ضربناهم في 7 صح؟ 21 مليون، 21 مليون خلال يعني شقد 100 ساعة 4 أيام. زين هذا يعني انت هسه اذا تفكر به شلون ياكلون، شلون يشربون، شلون يقضون حوائجهم، شلون 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 شلون. زين ويمكن ما صارت يعني من خلال تتبعي للزيارة المباركة انه ما صار بها، يمكن توفت امرأة ايرانية نتيجة تدافع وكذا رحمة الله تعالى عليهم المتوفين، يمكن صار عندنا حادث السيارة انقلبت في احد السيارة احد الطرق بسبب السياسيين، لان ما مبطينا زين الطريق، يكون احكيها يكون احكيها يعني. زين فاقول انه هذا الاستثمار ما صار لاي دولة تستثمره، لا على المستوى الاعلامي ولا على المستوى الديني ولا على المستوى العقائدي ولا على ما تم، وانما انترك الموضوع. وهذا ما يجوز، هذا ما يجوز. يعني مثلا احنا لو نرفع مثلا، يعني يمكن انا خليني اطلع عن الماديات في تحليلي، اقول لو نرفع موضوع اللطف الالهي بانجاح هذه الزياره الاربعينيه ما فهمت انا. ها لو نرفع عن التحليل، وهو حاضر اني في عقيدتي في بنائي انه موجود حاضر. زين اقول شلون 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 شنو ادواتك كدوله في مثل اداره هكذا تجمع مليون؟ يعني شوف مثلا مباراه رياضيه مو اولمبياد راح تصير يمكن بقطر، يعني المفروض مؤمل انها استثمر وجوده الامير تميم في المحفل الدولي في نيويورك، لان يعبر عن طمام وعن كذا وعن دعمه، وانه قطر مفتوحه وهذه هم كل اللي راح يزيرونا. زين اذا بهم نص مليون، زين يعني زين مو صحيح. فاقول حدث وصفوه الغرب وصفه، يعني انا ايضا مطلع على الاعلام الغربي، تدري بيا جنابك اتابع الاعلام الغربي قبل المحلي، يقول اكبر حشد بشري في العالم. هذا الحشد البشري اللي ذابت به الاختلافات، ذابت به الحدود مال الجغرافيا، ذابت فيه العقائد المتضاربه، ذابت في الافكار المنحرفه، ذابت بي انت منين وانا منين، ما ادري شو هذه الانتماءات الضيقه تحت رايه زياره الامام الحسين عليه السلام.
طيب زين. هذا غير كون يستثمر، غير كون يصير لإدارة بمستوى الحدث. هذا الحقيقة يمكن راح نعرج عليه في الدقائق القادمة. نعم أستاذ مهند، يعني لما دكتور البهادي يتحدث عن الاستثمار، خلينا نجي نحلل هذا الموضوع. وحضرتك يعني باحث انثروبولوجي في علم الإنسان، لو قسمنا الزائرين إلى فئات حسب العمر، حسب النوع الاجتماعي، حسب التحصيل الدراسي والعلمي، ونشوفهم من كل الاختصاصات أو كل المستويات إذا صح التعبير، بالتالي النتائج اللي راح تطلعنا، صحيح إحنا ما مبحثين بحث علمي، ولكن شنو المتوقع أنه راح يطلع عندنا من النتائج؟ نعم حياك الله أستاذ أحمد. الواقع أنه حينما تلتقي الفطرة الإنسانية مع القدوة الدينية يكون مثل هذا التجمهر حول نعم. الإمام الحسين عليه السلام، وحينما يلتقي الوعي بالعاطفة يكون مثل هذا الحراك الذي أظهر العالم وكان مستغرب من قبل العالم، أنه كان كل التوقعات في الفترة السابقة أنه هناك قتال شيعي، وهناك صدام فيما بين الشيعة، وهناك فرقة ما بين الإيرانيين والعراقيين، ولكن الأمر المستغرب أنه الآن كثافة للتوجه للإمام الحسين عليه السلام. نعم. هناك عقبات، نعم هناك صعوبات، كثير من الخدمات غير موفرة من قبل الحكومة، ولكن المجتمع العراقي نهض بهذه المهمة وأثبت للعالم جميع أنه هكذا تفعل العقيدة في نفسية الإنسان، أنه وجود كل الفئات العمرية وموجود كل المستويات المعرفية والعلمية وكل الناس بمختلف مستويات الوعي موجودة وحاضرة في كربلاء وزيارة الإمام الحسين عليه السلام. هذا من جانب هو انعكاس لواقعة الطف، لأن كانت واقعة الطف هي هذا المثال الرائع، كان موجود فيها الرجل والمرأة، الشيخ والشاب، الطفل والكهل، كل الموجودين فيها حتى المسيحي. طيب. الذي أعلن إسلامه أمام الإمام الحسين عليه السلام موجود، حالة أنه من المعسكر المقابل مثل الحر الرياحي، أنه كيف انقلب وأتى إلى الإمام الحسين عليه السلام، كل هذه المشاهد هي موجودة في كربلاء، لذلك هي انعكست على المجتمع بشكل كبير، فتجد كل الأطياف، النساء تتفاعل مع قضية الإمام الحسين عليه السلام، فهي ليس قضية ذكورية، تتفاعل مع بطولة زينب سلام الله عليها، ولها زينب هي المثل الأعلى سلام الله عليها. بالمقابل كل الشباب يتفاعلون مع علي الأكبر سلام الله عليه، كل الناس الذين يذهبون إلى الإخاء وإلى الوفاء وإلى التضحية يتفاعلون مع أبي الفضل العباس سلام الله عليه. فانعكاس عاشوراء وواقعة كربلاء على المجتمع العراقي وعلى المجتمع الشيعي أنه كل الفئات موجودة كانت في كربلاء، والآن كل الفئات أيضا أتت إلى كربلاء. هذا من جانب، ومن جانب آخر إذا درسنا نفس الإنسان كأنثروبولوجي يعني نعم درسناه، إيش راح نحضر للسنوات المقبلة؟ عندك الكيرف العدد دا يزيد، يعني من 7 ملايين وصلنا إلى 21 مليون. نعم سيد مهند، يعني مسألة ترى يعني راد لها بحث بصراحة. نعم يحتاج بحث، أنه البحث أنه قضية الإنسان واحدة من المحركات لشخصية الإنسان وسلوك الإنسان هي القيم، يعني مجموعة من القيم، قيمة العدالة، قيمة الحرية، قيمة المساواة، والناس تضحي من أجل هذه القيم. ولكن المشكلة في القيم إذا بقت قيم مجردة، يعني فقط في ذهن الإنسان، الإنسان في فترة من الفترات يشكك بهذه القيم، هل توجد عدالة وهذا الظلم منتشر؟ هل يوجد مساواة وهذا الغبن موجود؟ هل توجد حرية وهذا القمع موجود؟ فكيف تتجسد هذه القيم؟ تتجسد من خلال قدوة، مثل أعلى، لأن الله عز وجل لم يجعل هذه القيم هي قيم تسبح في عالم الأفكار وعالم الخيال، لا، كان لها مثل واضح ومثل أعلى تجسدت في واقعة كربلاء. لذلك ينبغي أن ندرس واقعة كربلاء من جانب، على أساس أنها هي جسدت القيم على أرض الواقع. نعم. والناس تهفو إلى القيم من خلال فطرتها السليمة، لذلك أنه لابد أن نبحث قضية القيم وكيف تحرك الناس وكيف تأتي الناس. هذه القيم ظهرت واضحة جدا في زيارة الأربعين، مثلا العطاء والبذل والتضحية والخدمة، حتى في أحد يعني المواقف الموجودة أحد الزائرين من الجمهورية الإسلامية كان جالس يأكل وشخص واقف على رأسه، كان الشخص طويل ضخم، فتجنب هذا الشخص إلى مكان آخر، أيضا الشخص ذهب خلفه،
فسأل هذا الإمام لماذا هذا يأتي خلفي؟ قالوا هذا لم يمتلك أموال ولم يستطيع أن يشارك المواكب بالأموال، ولكن يقف ليجعل ظل الزائرين حتى يأكلوا يعني بعيدا عن الشمس. أين نجد مثل هذه السلوكيات؟ كيف هذا الإنسان أنه يعني ابتدع هذه الفكرة وأراد أن يواصل الإمام الحسين عليه السلام من خلال التضليل على زواره لأنه بقى في الشمس وبقى في رمضاء كربلاء؟ كل هذه المواقف يجب أن تدرس دراسة دقيقة بعيدة عن نظرية العقل الجمعي لدوركايم أو أي نظرية أخرى تحاول يعني جعل الأمر مادي أو علمنة الدين من جانب آخر. كل هذه القضايا هي قضايا قيمية تؤثر في نفس الإنسان وفي سلوك الإنسان، لذلك ينبغي دراستها بشكل جدا دقيق. حتى أنه المشهد مستغرب أستاذ أحمد، لو كان هناك تجمع لمثلا 20 مليون طائر يعني حمام طيور، أنه هذا الأمر يكون مستغرب جدا في العالم، كيف اجتمع هذا الحمام بهذا العدد الهائل؟ كيف لا يبحث العالم عن أنه الناس اجتمعوا بمثل هذه الصورة؟ لما يتحدث الأستاذ مهند دكتور مصطفى عن السلوك، فهذا نعم. يقودنا إلى النظريات السلوكية اللي بعضها يتحدث عن تعزيز هذا السلوك حتى نقويه في المراحل المقبلة. نعم. نتحدث عن العراقيين، يعني المواكب الحسينية لما يكون بها الشيخ والطفل والكبير والنساء والرجال بمختلف مستوياتهم العلمية والاجتماعية وغيرها. صحيح. لاحظنا أنه في داعش مدرسة المواكب كانت حاضرة. صح. ولاحظنا في كورونا مجتمعات عظمى تقول حلول الأرض انتهت، ولكن العراقيين مواكب الحسينية تكافل اجتماعي ما حسينا بقضية مزعجة بصراحة. هسه اليوم لما كان عندهم هذا الضغط بالأعداد الكبيرة، الحمد لله زيارة نجحت بكل المقاييس. طيب هنا هذه المواكب شلون راح نعزز الدعم إلها بالمستقبل حتى شو نحصل من أدب المستقبل؟ لربما زيادة أعداد ولربما تحديات أكبر راح يواجه العراق. يعني على تحديدا يعني فيما يخص المواكب، يعني شوف حتى السيد وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي طلبوا من المواكب مساعدة وزارة الداخلية في تأمين متطلبات نجاح الزيارة، يعني يعني واعتقادا منه وهو معتقد، وهو السيد الوزير معتقد بحجم والدور اللي ممكن أن تؤديه هذه المواكب في تأمين المتطلبات نجاح الزيارة. هاي مسألة أقول يحتاج لها تنظيم المواكب، يحتاج لها إعداد، يحتاج أنه هذه تكون لها هيئة مشرفة، ويحتاج لها نوع من الدعم اللوجستي، نوع من الدعم اللوجستي يخصص لها، يحتاج لها أماكن معينة، مثابات معينة، نوع من أن لا تكون هنالك عشوائية في يعني مو واحد بصف الله مثلا المدة كيلومتر ونشوف إحنا مثلا فد 300 400 متر ماكو ولا واحد، شايف شلون؟ يحتاج لها فد نوع من العلميه في الاداء، انت موجود، انت جنابك موجود، يعني مكان ما هذا المكان هذا المكان. سجلت ملاحظات حتى بقضيه الماء. بعض المسافات مواكب ما بيها مي، وبعض المسافات كلش هواي بيها، كلش هواي بيها، شايف شلون؟ فهي هذه ليش؟ لانه هو هذا هيك جهد على مستوى البلد. يجب يعني الحقيقة يعني أنا أقول من رئيس وزراء فما دون، من رئيس وزراء فما دون، المفروض هو يرأس بنفسه عملية هذه اللجنة، الإشراف عليها، تفقدها، تسهيل الصعاب، تذليل الصعاب لهم، يكون هنالك يعني احنا نسميه انذار جيم للجنة. نعم. على مستوى البحث العلمي من الممكن أن تكون هذه الحادثة زيارة الأربعين ومسيرة الأربعين فاتحة لشهية الباحثين في العلوم السياسية أو في العلوم الإنسانية؟ يعني هي يمكن فيما يخص هذا الموضوع عندي يمكن في الكلام أقول أنه الحدث، عظمة الحدث سبق التنظير. لطيف. سبق التنظير، يعني جد احنا نريد نتحدث يعني جماعة الكتب والابحاث، يعني ولا بأس هي دعوة لل يعني مثلا انا اقول خلي تكون انه زيارة الاربعين عام الوحدة العراقيين، يعني خلي نكتب عليها رسائل ماجستير ودكتوراه يعني فيما يخصنا، يعني
كل من في اختصاصه في هذه العلوم السياسيه. في الانثروبولوجي استاذ مهند في دقيقه اذا تسمح، شنو الممكن انه نطلع ببحوث اكاديميه وسط هذه الحشود المليونيه؟ نعم، هناك اكثر من جانب، من جانب انه كيف الدين يحافظ على التماسك الاجتماعي، وهذا ايضا نظريات موجوده انه من خلال هذه الزياره نستطيع اثباتها. الامر الاخر انه التواصل مع التاريخ ومع العقيده، هذا جدا مهم انه هذا قبالة نظريات الدين افيون الشعوب وغيرها من هذه النظريات القديمه وبدات تنتشر. نعم نعم، هذه النظريات اثبتت انها فاشله، انه قضيه مستقبل الدين وانه كل النظريات هذه يعني على الارض الواقع انه من يعني اخر كان يعني صدمه لهذه النظريات هي قيام الجمهوريه الاسلاميه، انه كانت نهضه في ايران على اساس انها ثوره دينيه بامتياز. لذلك هناك الكتاب لاحد الانثروبولوجيين انه يقول الديانة الجديده في العالم، يقول انه كانت انه هذه النظريات اثبتت فشلها من خلال قيام جمهوريه اسلاميه في الشرق الاوسط. اشكرك شكرا جزيلا. اذا تطيب تفضل دكتور بالاضافه يحفظك. يعني فيما يخص الجانب الاكاديمي كلش لطيف من جنابك نوصل، اقول انه خلي يكون عندنا دور زياره الأربعين في تعزيز القيم المشتركه عند المجتمع العراقي او المجتمع الاسلامي، المجتمع الاسلامي بشكل عام، في حين فشلت النظم الحكومات من 2003 ولحد الان في تعزيز القيم المشتركه الخلاقه اللي عززتها زياره الأربعين. اشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى البهادي استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه في الجامعه المستنصريه، وكذلك الشكر لحضرتك الاستاذ مهند جواد المحلل السياسي والباحث الانثروبولوجي اثريت الحوار في الملفين. شكري موصول لكم مشاهدي الاحبه، ونتواصل في بحث مضامين زياره الأربعين في الحلقات المقبله ان شاء الله. تحياتي ومودتي في امان الله.